السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بفيديو جديد. خلينا أول شيء نكسبكم بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا أكيد أنتم مستغربين من كمية الشعر اللي موجودة على الأرض. هاي البنت بتعاني من كثافة الشعر وعندها شعر كتير، وكانت حابة أنه تخفف شعرها، وانا جبت لكم طريقة لتخفيف الشعر بدون ما تروحوا عند الكوافير وتصرفوا المصاري. طريقة كتير سهلة وبسيطة وفيكم تعملوها بالبيت من غير ما تروح على الصالونات التجميل. مثل ما انكم شايفين هلا الشعر صار خفيف وصار حتى فيه لمعة. البنت لما كانت تتحمم الشعر ما كان عندها ينشف من كثافة الشعر وتخنة. طبعا هذا الشعر اللي قصيناه ما رح يأثر بالشعر، وكمان رح يرجع يدخل مع الأيام الجاي، لأنه اللي قصيناه كتير قصير بفترة جاي رح يطول ويرجع بس هلا نحن بنخففه مشان البنت لسه عمرها صغير والشعر تخين والشعر الكثيف بيعمل لها مشاكل. اللي ما بتتحمم ما بينشف، ولما جات تعملها تسريع كذا فالشعر الكتير ما بيزبط معها. هلا راح اورجيكم طريقة تخفيف الشعر. طبعا طريقة اول شي بدي اورجيكم هذه هي شعرة. شوفوا ما ادخنوا وما اكسفوا، مثل ما انكم شايفين حتى ما فيه لمعة من كسر الكثافة اللي فيها بالشعر. راح اطول عليكم الفيديو مشان تتعلموا خطوة بخطوة وتعملوها بالبيت من غير ما تروح عند الكوافير وتتعذبوا هم مشوار وهم تصريف مصاري. مثل ما انكم شايفين الكثافة اللي فيها، كملوا معي الفيديو للأخير مشان تعرفوا كيف راح نخفف هذا الشعر. طبعا هذا الشعر له مقص خاص، مو أي مقص بصير انه تخفف فيهم الشعر. هلا راح اورجيكم المقص. خلينا اول شي نفرق الشعر مثل ما كنتم شايفين. هذا هو المقص، مثل ما كنتم شايفين شفرته مختلفة، التحت من الدرجات والفوق بتكون ساوية. هلا نحن فرقنا الشعر وراح نقصه بهاي الطريقة بس مرة واحدة. طبعا انتو فيكم تخلوه من فوق تخين كثيف ومن تحت كمان خفيف اذا انتو قصيتوه من الوسط. انا قصيته اخر شي لانه بنت لسه صغير فبدي اياه ياخد وقت لحتى يطول. طبعا هاي القصة ما بتأثر على الشعر ابدا، مثل ما قلت لكم رح يرجع الشعر يطول ويصير كثيف مثل هذا واكتر كمان. بس هلا نحن رح نخففه مشان البنت ما تتعذب فيه. طبعا بعد ما قصيناه مثل ما انكم شايفين ما بيأثر ابدا، بس بصير خفيف لانه هذا المقص يعني بيقص حبة وبيخلي حبة مشان ما يبين الشعر انه هو اساسا مقصوص. هلا رح نطلع لكم كمان شوي. طبعا ما بيفرق اذا كان خط طالع سوي ولا مش سوي، ما بيفرق. لو انتم تحبين انه تعملوا اخف من هيك فبتاخدوا خصلة ارفع من هيك. انا ما بدي يكون كتير كتير خفيف، راح تقريبا نشيل ربعه لهيك الخصلة اللي انا عم طالعها شوي تخينة. هاي الطريقة كتير سهلة وبسيطة، فيها في نعملها بالبيت من غير ما نروح على صالونات التجميل. انا حبيت شارككم هاي الطريقة مشان انتو كمان تستفادوا وتتعلموا. وكمان فيكم تقصوها عشوائي من غير ما تطالعوا خط رفيم، يعني كمان بصير ما في اي مشكلة. هلا
رح ارجع عيدلكم اذا انتو بدكم تشيلوا شهر اكتر من هيك. طلع الخص لي كتير رفيعة مشان تاخد اكتر. انا ما طلعت كتير رفيعة لان ما بدي كتير يكون شعر خفيف، بس بدي اخفلها اياها شوي. وكمان مثل ما قلت لكم فيكم تقصوها عشوائي. الميزة بهذا المقص انه ما بيخلي يبين انه الشعر اساسا هو مقصوص. راح اسكله وبعدين امشطه مرة واحدة. انا بالبداية مشطت هدول الخصة مشان بس اورجيكم قديش هو بصير خفيف على هذا القصة. كمان بنفس الطريقة رح نعملها على الجنب. رح ناخد خصل ونقصها. بس بدي اياكم تنتبهوا على المقص وكيف عم قصه، بس مرة واحدة وبشيله على الطرف على الطرف التاني، يعني ما بمشي بالمقص على الخصلة. وانا رح مشطه وطالع كل الشعر اللي نحن قصيناه. واهم شي حبايبي لما بتقصوا الشعر وتخلصوا ما تمشطوا الشعر من فوق لتحت، لا نبلشوا من تحت لفوق، لانه الشعر مقصوص كتير بين الشعر، واذا نحن مشطناه من فوق لتحت الشعر المقصوص راح يتكوم وبعدين الشعر ما راح يتفك. لهيك راح نبلش نمشطه من تحت لفوق مشان يطلع كل الشعر المقصوص منه. انا سرعت الفيديو مشان الوقت لاني طولت عليكم كتير، بس كنت حابة تفهموا الطريقة. وهي النتيجة النهائية مثل ما انكم شايفين. شوفوا قديش طلعنا الشعر منه، تقريبا ربع الشعر شلناه وبدون ما يبين اساسا نحن قصينا الشعر، حتى صار هلا فيه لمعة وكتير صار ناعم، وصار حتى فيه لمعة للشعر. انتو شفتوا الفيديو قبل وبعد وشفتوا الفرق بين الشعر، هلا شايفين كيف هو صار خفيف وناعم وكمان صار فيه لمعة حلوة. حبايبي لو عجبكم الفيديو ما تنسوا تدعموني بلايك، اشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل شي جديد. حبايبي لانه انا كل فيديو عم بصوره عم بتعذب كتير والله اني اصوره، بس لانا عم صور هذا الفيديو مشانكم مشان انتو كمان تستفيدوا وما تروحوا عند صالونات تجميل وتصرفوا مصاري وتروحوا وقتكم. تعرفوا ان صالونات التجميل بهالايام صايرة غالية كتير. ولو حبيتوا تكتبوا تعليق مثلكم حلو فهذا كرم منكم، وانا بشكركم من كل قلبي. نهاركم سعيد.